مساكم الله بالخير ويا هلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صحف معكم على الهواء مباشرة، وأكيد للاطلاع على آخر الأخبار الرياضية على حساب القناة الظاهر على الشاشة، وأيضا لمتابعة آراءكم واقتراحاتكم مشاركاتكم على هاشتاج صحف. بداية حلقتنا نشوف سؤال حلقة اليوم: أي من الأندية التالية الأقرب لحدوث تغييراً إدارياً أو فنياً في حال خسارتها؟ الاختيار الأول الأهلي، أم الاختيار الثاني النصر، أم الاختيار الثالث الاتحاد، أم الرابع الفتح؟ وبداية الحلقة نشوف أبرز عناوين حلقتنا لليوم. في افتتاحية صحيفة الرياضية، النصر المجمعة أزمة جديدة. وصحيفة الجزيرة، لوشيسكو نسعى إلى استمرار انتصاراتنا وحصد النقاط الثلاث رغم صعوبة اللقاء. وفي صحيفة الرياض، عودة المياه بين سيرا والبيشي وغياب المالكي عن لقاء الشباب. وصحيفة الشرق الأوسط، مصادر انضباطية لا عقوبات على حمد الله، وإعادات اللقطات التلفزيونية لم تظهر شيئا. وصحيفة اليوم، العدالة عنوان السعادة. وأكيد مع بداية حلقتنا نرحب بضيفنا الأستاذ خالد الأكيل، حياك الله. حياك الله أختي، وحيا الله مشاهدين ومشاهدات قناة الرياضية السعودية، ورحب بالأستاذ حسام. بإذن الله نقدم حلقة مفيدة إن شاء الله وترضي ذائقة إن شاء الله المشاهد. حياك الله معنا، وأكيد انضم معنا من استديوهاتنا في الدمام الأستاذ حسام النصر. مساك الله بالخير أستاذ حسام. مساك الله بالنور ياسمين، مسا عليك وعلى ضيفك الكريم الأستاذ خالد وعلى كافة متابعي برنامج صحف. يا هلا وسهلا فيكم. بداية الحلقة نشوف خبرنا في صحيفة الرياضية، النصر المجمع أزمة جديدة. وفي تفاصيل الخبر، كشفت للرياضية مصادر خاصة عن أن إدارة النصر رفضت فكرة نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم في النادي أمام الفيصلي ضمن الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من الرياض إلى المجمع بسبب انشغال الملاعب بموسم الرياض الذي سينطلق في منتصف الشهر المقبل مع نقل مباراة الدور الثاني بين الفريقين إلى الرياض. وأشارت المصادر إلى أن الإدارة النصراوية استندت في تمسكها بالرفض إلى أن الفريق سيخوض أربع مباريات متتالية خارج أرضه في حال نقل مواجهة الفيصلي إلى المجمعة، وهذا مخالف للوائح لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين. بداية أستاذ خالد، النصر أربع مباريات متتالية، يعني نقول أو أربع مباريات راح تكون خارج أرضه، يعني هل برأيك النصر بكذا بيكون متضرر من هذا الشيء؟ أولا بالنسبة لهذه الأزمة، أعتقد أن لجنة المسابقات لا زالت صامتة، لا تتحدث. نعم. منذ الموسم الماضي لا تتكلم عن نقل المباريات. نعم. فقط تصدر القرار سواء كان الأندية اللي هي الهلال والنصر والشباب بحكم تواجدهم في أرض الرياض. فقط الهلال هو الوحيد المستفيد بحكم أنه لديه ملعب خاص وملعب جامعة الملك سعود. بالنسبة للنصر وأزمة الجديدة الآن وقضيته مع نقل المباراة، أعتقد أنها راح تحدث فجوة كبيرة جدا بين أزمة الإعلام والجمهور ولجنة المسابقات. يجب على لجنة المسابقات تحديد موعد نقل المباريات لهذه الأندية، ويجب أن تكون هناك وضوح
وشفافية في كثير من هذه الأمور. نقل المباراة وإحداث أزمة جديدة ما بين النصر ولجنة المسابقات أعتقد أمر غير إيجابي في ظل استقرار اللي قاعد نعيشه الآن في الدوري مع الجولة مع انطلاق الجولة الخامسة غدا. أعتقد لجنة المسابقات يجب تحل هذه الأزمة لأنها ستحدث برضو أزمة جديدة بالنسبة للشباب، لأن الشباب برضو تعرض لهذه الحادثة عندما تم نقل مباراته، رغم أن ملعب الشباب كان جاهز في هذه الفترة، ولم تلقي لجنة المسابقات لهذا الرأي أي اهتمام. لكن إن شاء الله بالنسبة لهذه الأزمة أعتقد أن لجنة المسابقات يجب أن تفتح هذا الملف بشكل جيد، يجب أن تعالجه بشكل سريع، لأن لا نريد أن يكون هناك أزمات كثيرة وهاشتاقات جديدة ومشاكل لا تفتح آفاق كثيرة بالنسبة للدوري السعودي اللي يحمل اسم غالي علينا، اسم الأمير محمد بن سلمان. نعم. وهو دوري محترفين. يجب أن يكون هناك احترافية حتى في لجنة المسابقات. جميل. أعتقد أن لجنة المسابقات يجب أن تتحدث من الآن قبل الجولة السادسة، لأن ما بقى على الجولة السادسة لسوى فقط أسبوع واحد فقط. نعم ممتاز. بنفس السيناريو الموسم الماضي أستاذ حسام، يعني نقول تم نقل مواجهة النصر للمجمعة. والله شوف، هذا من سوء حظ لجنة المسابقات أن المشكلة تكررت أيضا مع نادي النصر في الموسم الماضي والموسم الحالي، وكان فيها لغط كبير في الموسم الماضي تسبب في لجنة المسابقات ولجنة الانضباط إلى آخره، ولكل المعنيين في الاتحاد السعودي لكرة القدم. أنا أعتقد أن هذه المشكلة ليست حديثة، ليست من اليوم، موضوع نقل المباريات من الرياض إلى أماكن أخرى أو إلى آخره، مثل ما تفضل الأستاذ خالد أن الأندية هذه ما عندها ملاعب خاصة تتحكم فيها، على الأقل تعمل كنترول على مبارياتها أنها ما تتأجل أو تنقل إلى أماكن أخرى. أنا أعتقد أنه لجنة المسابقات كما ذكرنا حتى في الحلقة الماضية في الأسبوع الماضي، أن لجنة المسابقات يجب عليها أن تضع رزنامة كاملة لكل الفعاليات الموجودة في المملكة العربية السعودية في كل المدن، تجدول المباريات على هذه الرزنامة، خاصة أنه خلال الموسمين الماضيين استضافت المملكة العربية السعودية العديد من الفعاليات، استحدثت مواسم جديدة في كل المناطق سواء في المنطقة الشرقية في جدة والآن موسم الرياض، لذلك يجب أن تكون الرزنامة متساوية مع كل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية حتى لا تصطدم لجنة المسابقات بمثل هذه الأمور. نعم أستاذ خالد، يعني نقول هل لجنة المسابقات يعني من المفترض أن يكون لها تنسيق مع الجهات الأخرى بهذا الموضوع؟ بالفعل لازم مثل هيئة الترفيه يعني. نعم مفروض لجنة المسابقات الآن تصدر بيان توضح فيه كافة الأمور، كم جولة ستم نقلها، هل جولة واحدة، جولتين، ثلاثة، أربعة، شهر كامل، شهرين. نعم. اللي سمعنا أن المباريات راح تطول. طيب عندك أندية الشباب والنصر بالتحديد بحكم أن الناديين هذا الوحيدين اللي لا يملكون ملعب خاص، إذا استثنينا الهلال وجود ملعب الجامعة، بعد سمعنا يمكن أخبار بعد أنه سيتم ملعب الجامعة، وجود برضو موسم الرياض راح يكون فيه فعاليات برضو فيه، لكن هتحدث أزمات كثيرة. نتكلم عن ثلاث أندية في الرياض طيب سيتم فيها نقل مباريات. الحل الوحيد والشكل اللي أنا أتمناه من لجنة المسابقات، إذا كانت المباريات تتوافق مع عدم مشاركات خارجية سواء كان للشباب بالتحديد وللهلال، الهلال لديه مشاركة في دوري أبطال آسيا مع السد، والشباب لديه مشاركة في البطولة العربية، لازم يكون هناك توازن ما بين نقل مباريات خارج الرياض وبين تواجدها في الرياض. أعتقد الحل الصحيح والأنسب تواجد الناديين في ملعبهم وتعديل ما يمكن تعديله في هذه الملعبين. أعتقد أن ملعب الشباب هو جاهز بشهادة الخبراء اللي كانوا موجودين، اللي كانوا أشرفوا على ملعب نادي الشباب، ملعب الأمير خالد بن سلطان، تحددوا وتكلموا عن هذا الملعب جاهز لاستضافة المباريات سواء كان مباريات الدوري أو حتى مباريات كأس الملك، والشباب شارك فيها في كأس الملك. أعتقد أن النصر برضو يحتاج إلى تعديل كثير من الأمور في ملعبه، تواجد ناس من هيئة الرياضة، تواجد من الاتحاد السعودي لكشف الملعب والاعتماد على جاهزيته بحكم أن النصر يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وتواجد برضو العوائل. أعتقد برضو يحتاج إلى كثير من الأمور. لجنة المسابقات أتمنى أنها تعلن كثير من اللغط اللي قاعد يصير، الصمت اللي قاعد نعيشه أعتقد لا يفيد، لأن الصمت سيحدث كثير من الفجوة والأزمات، وإدارة الأندية لن تسكت على حقها، ومن حق إدارة الأندية أن تطالب بحقوقها إذا كانت في حدود القانون واللوائح. طيب أستاذ حسام، يعني نقول من وجهة نظرك، يعني لو كان في حلول إيش تقترح؟
أنا أشوف في الحلول أنا أعتقد التأجيل، النقل مباريات راح يضر بالأندية، يحاولون أن يشوفون تواريخ معينة موجودة يكون فيها فراغ يوافق عليها كلا الناديين، وتقام المباريات في الملعب المجدول في الجدول الدوري، لأن اليوم نقل المباريات من المكان هذا يضر أول شيء بالنادي، يضر اليوم بالجماهير، اليوم تتكلم الجماهير أو كان في دعم للجمهور 1,000,000 ريال في حال تعدي 10,000 متفرج في ملعبك، فكل هذه الأمور راح يتضرر منها النادي، لذلك أنا أعتقد أن الحل الجيد للأندية المتضررة هو تأجيل المباريات فقط إلى وقت آخر. نعم. إذا سمحتي لي. تفضل. أعتقد تأجيل يا أستاذ حسام ما يفيد بالنسبة للأندية، لأن الرزنامة مضغوطة، تكلم عن الآن في بداية موسم يتم تأجيل جولتين أو 3 جولات، سيتضر منها النادي، سيتضر منها الجهاز الفني، الجهاز الإداري، اللاعبين، سيكون هناك فترة طويلة يعيشها اللاعب عدم المشاركات الرسمية. شاهدنا اللي هو يوم الفيفا اللي هو المباريات الطويلة أو الأيام الطويلة اللي كان عشناها، وكان أحدثت كثير من هبوط في المستوى لكثير من الأندية في حالة تأجيل كثير من المباريات. أعتقد التأجيل أمر غير مطلوب نهائيا. الحل الأنسب تواجد الأندية اللي ذكرت في ملاعبها، وإحداث ما يمكن تعديله في كثير من الملاعب، أعتقد هذه هي الحل الأنسب برأيي الشخصي. نعم، أنا أعتقد أنه قد يكون هو حل وقد تكون فرصة أو باب جديد لتعديل كل الملاعب الرئيسية في الأندية أو في المنشآت الرياضية، حتى تكون خيار ويتم تصنيف الأندية على الأقل إلى تصنيفين أو إلى 3 مستويات، التصنيف الـ A و B و C، المباريات C على الأقل تقام على ملاعب الأندية في المنشآت الرياضية. هذا قد يكون باب جديد يفتح، ولكن يحتاج أيضا إلى ميزانية ضخمة لتعديل كل المنشآت الرياضية والملاعب، وأنت تعرف أستاذ خالد أنه أغلب الملاعب في المنشآت الرياضية أو في الأندية السعودية غير مطابقة للشروط على الأقل الاتحاد الأسيوي، أو تقام عليها المباريات إلا نادر. لذلك قد يكون وجهة نظرك صحيحة في إقامة بعض المباريات، ولكن هل الطرف الآخر راح يوافق؟ عندنا جهات معنية، جهات أمنية، رابطة دوري المحترفين. أنا أعرف مثلا نادي الخليج كان عنده ملعب جاهز وكل حاجة، على بعض الأشياء البسيطة حرم من لعب المباريات على ملعبه. لذلك اليوم لازم يكون في تسهيل على الأقل، إذا راح يوافقون على وجهة نظرك مثلا أن تقام المباريات على ملعب الأندية، أعتقد راح تكلف الهيئة الرياضة أو الجهات المعنية شيء الكثير، لأن مغلب أو أغلب الأندية أو ملاعب الأندية ما أعتقد أنها جاهزة 100%. لا والله، أنا أتكلم بالنسبة سيد حسام إذا سمحتي لي، بالنسبة أنا أتكلم لك بالنسبة للشباب. الشباب شارك في العام الماضي في لقاءين، لقاء في الدوري ولقاء في كأس الملك، وأيدت هيئة الرياضة والاتحاد السعودي واللجان اللي حضرت وكشفت عن الملعب، وحضر فيه يعني جمهور، وحضر فيه عوائل في هذه الفترة، وما أحدث كثير من أمور ولا أحدث كثير من اللغط، لأن المباريات اللي بتقام بالنسبة للأندية اللي ذكرتها أنا حتكون مباريات أقل جماهيرية. أنا ما أتكلم مباريات جماهيرية ومباريات تنافسية، مباريات يعني تعتبر مع أندية أقل تنافسية، تتكلم مثلا مع أندية الظل أو في المؤخرة وكانت في وسط الترتيب. أعتقد أن هذه حل أنسب وعاجل من الصمت اللي قاعد تعيشه لجنة المسابقات وعدم وجود حلول. أنا أقول بصريح العبارة الحل تواجد نادي الهلال والشباب والنصر، إذا كان الهلال ملعبه غير جاهز بتواجد موسم الرياض، أعتقد في الأندية هي الأقرب للمشاركة في بطولة الدوري، على الأقل لو جولة أو جولتين وبعدها يتم حل كثير من الأمور. نعم، إذا كان ملعب الشباب جاهز مثل ما تفضلت، إذا الدور على دور رابطة الدوري السعودي للمحترفين واتحاد القدم ولجنة المسابقات أن تظهر مرة أخرى بالإطلاع على الملعب وتجهيزه على الأقل في أسرع وقت ممكن إذا كان يحتاج تجهيز، ونقل المباريات. أعتقد أنه هذا حل جدا مناسب مثل ما تفضلت، إذا كان ملعب نادي الشباب مثل ما تفضلت أنه جاهز وأقيمت عليه مباريات في الموسم الماضي، أعتقد أنها فرصة. ولكن مثل ما تفضلت لك اليوم في مميزات، في مغريات لجماهير الأندية، للأندية نفسها جوائز، دعم مباشر 1,000,000 ريال إلى آخره، يجب أن توافق كل الأطراف، فأنت حل لجنة المسابقات هذا الإشكال.
نعم، ننتقل خبرنا الآخر في صحيفة الجزيرة. لوشيسكو نسعى إلى استمرار انتصاراتنا وحصد النقاط الثلاث رغم صعوبة اللقاء. وفي التفاصيل، شدد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو على أهمية استمرار انتصارات الفريق الهلالي مع تقديم المستويات الفنية الجيدة، منوها بأهمية وصعوبة المباراة التي ستجمع فريقه الأزرق بفريق التعاون مساء غد الخميس في الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقال في المؤتمر الخاص بالمباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود: لن تكون المباراة سهلة، وتحضيراتنا متواصلة، ولا يوجد لنا مجال لنخطو خطوة خاطئة تعيق مواصلة انتصاراتنا. نقول عودة اللاعب عبد الله عطيف يعني استاذ خالد ستكون إضافة للفريق الهلالي في المواجهات المقبلة برأيك؟ بالنسبة للهلال، أعتقد أن الهلال هو رتويت العام الماضي. الهلال جالس يقدم مستويات في بداية الموسم تكون عالية، ويكون هو الأفضل وهو المتربع. في العام الماضي شاهدنا الهلال تصدر الدوري بفارق كثير من النقاط، وصلت إلى 9 نقاط بعدها تقلص، حتى وان احدثت هناك فجوات يعني اداريه وكانت فنيه في هذه الفتره، لكن الهلال يعيش كثير من الاستقرار في من ناحيه العناصر الاجنبيه، تكلمين عن العناصر المحليه. الهلال هو النادي الوحيد اللي يملك عناصر محليه، يملك دكه بدلاء. في مباراه الاتحاد اللي شاهدنا الماضيه في دوري ابطال اسيا، شاهدنا الهلال يتواجد في الدكه اسماء كبيره، تكلم عن سلمان الفرج وعن جوفينكو، والهلال ينتصر وبنتيجه كبيره، حتى وان شاركوا في اجزاء كثيره من المباراه. الهلال مباراته القادمه من التعاون انا اقول ثار، لان الهلال خسر العام الماضي ومن التعاون في لقاءين، في كاس الملك بنتيجه كبيره، وفي كاس الدوري واخرجه من بطوله الدوري. اعتقد ان الهلاليين سيكون هناك ثار، وثار كبير جدا. انا اقول ثار ليس ثار يعني من الناحيه السلبيه، لكن ثار من ناحيه الهيبه واسم نادي الهلال، ان الهلال يتعرض لهزيمتين في اقل من اسبوع. في مباراه الغد الجمهور الهلالي سيضغط على اللعيبه من اجل الانتصار. الفارق النقطي يجب ان يبتعد عن منافسه النصر، العداله، الفيصلي. يعني تكلمين عن العداله والفيصلي، اسمين تفاجأ فيه الجميع ومنافستهم في بطوله الدوري حتى وان كانت في بدايه المشوار، لكن الهلال باسمه بتاريخه باسماء اللي متواجده بعوده النجوم، يعني عوده الكابتن عبد الله عطيف افضل محور في الدوري السعودي، اعتقد ستضيف للهلال ليست في هذه المباراه ولكن في المباراه القادمه امام السد، اللي ندعو للهلال ان شاء الله التوفيق امامه في ذهاب دور الاربعه. الهلال لديه عناصر كثيره تستطيع كسب المباراه. التعاون سيتاثر من هذه المباراه، لان زي ما تحدثت مع الاستاذ حسام قلت فارق المباريات وتأجيل كثير من المباريات ستحدث فارق فني، لأن التعاون تم تأجيل له مباراتين أمام الاتحاد وأمام الرايد، إما بالناحية الأسوية أو حتى من ناحية الاحتفال باليوم الوطني. أعتقد أن مباراة الغد ستكون مباراة سنستمتع بها كثيرا. أنا أقول للهلاليين في هذا المنبر، متى ما كان هناك هذا الاستقرار وهذا التواجد الفني، اعتقد ان الهلال قادر باذن الله الاسبوع القادم على انتصار في دوري ابطال اسيا امام السد، ويسعد السعوديين ان شاء الله عشان يكون الرد في الرياض يكون اسهل كثير للهلاليين. اعتقد ان مدرب الفريق يملك عقليه احترافيه عاليه، ويملك سجل تاريخي انا اقول جيد جدا. اعتقد ان الهلال قادر على الانتصار على التعاون، والتعاون قادر على تاكيد انتصاره في العام الماضي. اكيد نتمنيتنا للفريق بالتوفيق. اذا بنتكلم عن غياب كاريلو والفرج استاذ حسام، يعني هل باعتقادك سيكون مؤثر على الهلال؟ والله شوف، الهلال لا يتأثر بلاعب بكل صراحة، يعني وليست مجاملة في فريق الهلال. الهلال كنا من أكثر من موسمين نكرر نفس الكلام، الهلال يملك لاعبين محليين ولاعبين أجانب بدلاء وأساسيين، حتى دكة الاحتياط تستطيع أن تجاري اللاعبين الأساسيين داخل الملعب. اليوم غياب كاريلو قد
يحدث شرخ بسيط جدا، ولكن أعتقد أن البدلاء الموجودين في نادي الهلال قادرين على تغطية هذا الغياب. أيضا بالإضافة إلى سلمان الفرج، الكابتن سلمان الفرج اليوم أيضا عودة عبد الله عطيف ليست فرحة للهلاليين، ولكنها فرحة حتى للمنتخب السعودي أن يتواجد مثل هذا اللاعب أيضا في محور الملعب. أعتقد أنه الكل جميع كان ينتظر هذا اللاعب الخلوق أن يعود للملاعب. الهلال عنده عناصر مثل ما ذكرنا ممتازة، أيضا التعاون عنده هيبة وعنده حماس لاعبين، وعنده لاعبين أيضا أجانب مؤثرين بالدرجة الأولى بعيد عن اللاعبين المحليين، مع احترامي لقدراتهم ومستوياتهم الفنية، ولكن اليوم التعاون أيضا فرض نفسه. أعتقد أن الاتحاد أو عفوا الهلال راح يأخذ حذر كثير جدا من التعاون، وإن كانت المباراة على أو في الرياض. أعتقد أن الهلال أخذ درس قاسي في الموسم الماضي من التعاون، وسيتخوف كثير أيضا من تكرار هذا الدرس. لذلك نتمنى أن نشاهد مباراة مميزة بين الفريقين تكون قمة إن شاء الله. إن شاء الله. إذا بتكلم عن يعني التعاون سيخوض اللقاء بفوز أو تعادل ولديه مؤجلتين، يعني هل تشوف أن هذا الشيء ممكن يأثر على التعاون في مواجهة الهلال؟ أنا يعني زي ما تحدث قلت لك اللي هو الغياب عن المشاركات الرسمية في هذا التوقيت ممكن يحدث مشكلة للتعاون فنيا داخل أرضية الملعب. المدرب مو قادر على حتى لو كان هناك مباريات ودية، أعتقد المشاركات الرسمية هي المحك الرئيسي لأي نادي. التعاون لديه استقرار في بعض العناصر وليس جل العناصر، في بعض العناصر غادرت من نادي التعاون. المدرب جديد على الفريق، الإدارة أعتقد أنها تملك الرؤية الفنية، تملك الرؤية الإدارية العالية جدا في استقطاب كثير من النجوم. التعاون إذا تأثر من الغياب سيكون الهلال صيد سهل له في الانتصار على التعاون، لكن متى ما كان التعاون في حضوره الفني أعتقد أنه صعب على الهلال أن يكون انتصاره في هذا اللقاء بالتحديد غدا. لكن التعاون يجب أن يكون حذر من الهلال، الهلال يملك عناصر، اللي شافه العام الماضي في الهلال لن يشاهده في هذا الموسم، لن يشاهد الهلال ذلك الفريق الضعيف أو الصيد السهل في لقاءين تكسبه. المباراة صعبة جدا، ممكن تكون سهلة للهلال وممكن تكون سهلة للتعاون. سنستمتع بهذا اللقاء. نعم. وأنا فرح جدا بوجود التعاون من العام الماضي أو قبل العام. نعم. وتنافسه في بطولة الدوري وتنافسه في بطولة كأس الملك، وإن شاء الله بنشاهده الموسم القادم في بطولة دوري أبطال آسيا. التعاون أعتقد اسم كبير استبشرنا به خير، وإن شاء الله يستمر إلى نهاية هذا الموسم. نعم أستاذ حسام، هل تشوف هذه المواجهة لها تأثير، راح يكون لها تأثير كبير؟ أكيد، اليوم في بداية الدوري التعاون يسعى أيضا لتصحيح وضعه، لأخذ وضعه الطبيعي مثل الموسم الماضي. أيضا الهلال اليوم في ظل انكسار النصر، مشاكل الأهلي، خسائر الاتحاد، أيضا يعني مستوى متوسط في نادي الشباب، أعتقد أنه يسعى لتأكيد الصدارة، الإمساك بالصدارة، الهروب بالصدارة قدر المستطاع، حتى لا يكون مثلا يتكرر سيناريو الموسم الماضي لما قربت الفارق بعد ما كان الفارق كبير. أنا كل اللي أتمناه بكل صراحة أن تظهر المباراة بمستوى فني، لأن اليوم خلال 4 جولات تقريبا أو 3 جولات ما شفنا تقريبا إلا مبارتين بمستوى فني عالي. لذلك كل الأمنيات أن تكون هذه المباراة على الأقل مباراة قمة. اليوم جمهور الهلال أيضا وضع بصمة كبيرة في مباريات الهلال خاصة اللي على ملعبه، لذلك إن شاء الله موعودي مباراة تكون مميزة بإذن الواحد الأحد. بإذن الله تمنياتنا. ممكن الهلال إذا سمحتي لي بالنسبة للهلال، ممكن الهلال يتأثر في مباراة الغد، لأنه باقي 5 أيام على مباراة مع السد، يبغى يحافظ على كثير من النجوم، عدم وجود إصابات، عدم وجود مزيد، هو مزيد من الإصابات، تكلم عن كاريو وعن سلمان الفرج، ومزيد من الإصابات في بقية اللعيبة. مدرب الفريق راح يكون حذر في مباراة الغد، لن يجهد الفريق بشكل عالي جدا، سيعمل عملية تدوير لبعض الأسماء حتى وإن كانت المباراة هامة في بطولة الدوري، لكن سيكون لديه الأهم هي في الأسبوع القادم أمام
السد في دوري أبطال آسيا في الذهاب. نعم جميل جدا. ننتقل لخبرنا الآخر في صحيفة الرياض، عودة المياه بين سيرا والبيشي وغياب المالكي عن لقاء الشباب. وفي التفاصيل، بدأ الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته الفنية لمواجهة فريق الشباب يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن جددت إدارة النادي ثقتها بالمدرب التشيلي لويس سيرا، ثم وتم تقريب وجهات النظر مع اللاعب عبد العزيز البيشي وعودته للتدريبات بعد استبعاده عن المباراة الماضية أمام فريق الهلال فنيا. الإدارة الاتحادية نقول تجدد الثقة في سييرا، يعني لو خسر الاتحاد أمام لقاء الشباب تبيتها بصراحة. تعودنا في الدوري السعودي طبعا أي إدارة تجدد الثقة في المدرب، أنا برأيي الشخصي النطار. أعتقد أنه في مرحلة وقت، مرحلة أيام، أعتقد الاتحاد يعيش في وضع مثل ما عاشه في العام الماضي الآن يعيشه، يعني مثل ما حصل مع برانكو نقول. نعم، أعتقد أن الاتحاد لديه أزمة، هو من يحدثها للأسف، هو من يحدث هذه الأزمة، والأزمة اللي قاعد يعيشها الآن الاتحاد هي أزمة إدارية فقط. الأزمة الفنية، المدرب هو مدرب العام الماضي، هو من أنقذ الاتحاد. الاتحاد كان في الموسم الماضي في الدور الأول 6 نقاط، تخيلي. الآن الاتحاد في الدور الثاني انتعش، وصل إلى 33 نقطة. أعتقد سيرا مو غريب على الدوري السعودي، ولو غريب على نادي الاتحاد، فقط هناك من يريد في الشأن الاتحادي إذا سمحتي لي، بالنسبة للجماهير وبالنسبة للإعلام الاتحادي، هو من يحدث فجوة وأزمة في الاتحاد. إدارة الاتحاد يجب أن تصمت ولا تعمل كثيرا في الظهور الإعلامي. لا نريد التحدث عن مشاكل الاتحاد، مشاكل الاتحاد كبيرة ونعرف مشاكل الاتحاد، ما يحتاج أنك تطلع يا أستاذ أنمار الحايلي وتتحدث عن كثير من الأمور. الاتحاد يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى غرف مغلقة خلف الكواليس، الجوس على طاولة واحدة، حل كثير من المشاكل الفنية، معالجتها داخل البيت الاتحادي، وجودها برا السطح وفي الإعلام. سنعيش دوامة جديدة. الاتحاد لديه مبارتين قوية بالتحديد يوم الجمعة من الشباب، حتى وإن كان الشباب حتى وإن كان في حضورها الفني ليس بذاك العالي جدا، لكن ستكون مباراة قوية. الاتحاد سيلعب أمام التعاون في المباراة المؤجلة. المشاكل اللي قاعد يعيشها الاتحاد يجب أن تكون هادية. سيرا أعتقد أنه مدرب جيد، مدرب له بصمته كثير على الاتحاد، حقق مع الاتحاد بطولتين، بطولة كأس الملك وبطولة كأس ولي العهد، مو بجديد على الاتحاد، فقط الاتحاد هو من يحدث المشاكل. المشكلة اللي صارت بالنسبة للبيشي وسيرا صارت في كثير من الأندية، صارت في الهلال، في النصر، في الأهلي، في الاتحاد. ليش بالتحديد أن البيشي لما صارت مشكلة مع سيرا ظهرت في الإعلام الكامل؟ لكن أنا أقول الاتحاد متى ما كان هناك هدوء، متى كان هناك استقرار، ابتعدوا عن الإعلام، ابتعدوا عن الجماهير. الضغط اللي قاعد يعيشه الاتحاد ما أبغى يستمر بشكل كبير، لأن إذا استمر بشكل كبير سنعود للدوامة وسيعود الاتحاد المنافسة. ولا يدغ المرء من جحره مرتين. إذا الاتحاد عاش نفس المعاش العام الماضي أعتقد سيعيش في أزمة، والجمهور الاتحادي أنا أقول هو المدرج اللي هو المظلوم، هو المسكين اللي قاعد يشاهده، هو يتحدث، هو يتكلم، ولكن من يصدق؟ هو يصدق إدارته، يصدق إعلامه، يصدق ما يحدث من مشاكل وأزمات. أعتقد الاتحاد متى ما احتوى المشاكل، متى ما كان هناك هدوء، متى ما كان هناك رجالات، وأنا أعتقد رجالات الاتحاد قادرة على احتواها كثير من المشاكل، سيعود الاتحاد على الأقل منافسا، وليس منافس على بطولة الدوري، ولكن يكون جيدا في بطولة الدوري. جميل. إيش رأيك أستاذ حسام، يعني تقريب وجهات النظر بين البيشي وسيرا، يعني هل تعتقد أنها بداية التصحيح لما يحدث في البيت الاتحادي؟ والله البيت الاتحادي ليست مشكلته البيشي ولا سيرا ولا أنا، أتفق في كثير ما ذهب إليه الأستاذ خالد أنه المشكلة إدارية بحتة، أيضا في نوعية اختيار اللاعبين سواء على المستوى الأجنبي على المستوى المحلي. مستحيل أنك تختار لاعب بعد 3 جولات لاعب ها وليس مدرب، لاعب بعد 3 جولات تنهي الموضوع. أنت عندك معسكر، طيب إيش كنت قاعد تسوي في المعسكر؟ شلون اختبرت اللاعب؟ شلون قررت أنه هذا اللاعب ينفع للفريق؟ بعد 3 جولات تجي تعفي اللاعب او انه تنهي عقده؟
إذا المشكلة أيضا حتى في مشكلة الاختيارات. نعم. اليوم سيارة لما يختلف مع البيشي هو اختلف مع الاتحاد ككل، لما يختلف مع لاعب لأنه خسر لاعب مهم في تشكيلة الفريق. اليوم لازم تكون مصلحة الفريق فوق مصلحة أي مدرب وأي لاعب. صحيح هناك أمور انضباطية بين مدرب بين لاعبين بين جهاز فني جهاز إداري إلى آخره، ولكن اليوم المصلحة إذا كانت تحتم وجود البيشي كلاعب أساسي في أي مباراة وإن كانت هناك مشاكل مع الجهاز الفني، يجب أن يتواجد البيشي داخل الملعب خاصة في مباراة مهمة كانت للاتحاد في الجولة الماضية. اليوم مشاكل الاتحاد مثل ما ذكرت لك، أنا قد أختلف مع الأستاذ خالد أنه ظهور الأستاذ أنمار الحائلي كان جيد جدا، لأنه اليوم الجمهور يحتاج إلى شفافية أكثر، يحتاج إلى معرفة خبايا أو بعض الخبايا داخل إدارة الاتحاد أو المشاكل اللي حاصلة في الفريق. فاليوم ظهور من يقف على أعلى الهرم في الإدارة الاتحادية أعتقد أنه ظهور جيد جدا، خاصة أنه جماهير الاتحاد مؤثرة. طيب بشكل كبير. طيب أستاذ حسام، في كثير يخالفون أنه ظهوره كان جيد. هذا وجهات نظر، أنا أتكلم لك عن وجهة نظري. يعني تحديدا بالذات بعد تغريدات في تويتر. لا بعد التغريدات لا، مفروض أنه يكتفي. أنا أتكلم بس عن السوشيال ميديا، ظهوره في أماكن أخرى في برامج أخرى هذا خطأ، أنا شخصيا أرى خطأ، لأن أنت عندك منصة رئيسية ورسمية في مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، أظهرت من المفترض أن تكتب كل ما لديك، أن تكون شفاف بدون إساءات بدون تجريح. الجمهور الاتحادي فقط يحتاج لمعرفة الخبايا داخل الفريق. عندك أمور شخصية مع جهات أخرى مع برامج مع إعلاميين إلى آخره، هذا لا علاقة بجمهور الاتحاد فيه، ولا من المفترض أن يعرف جمهور الاتحاد هذا. نعم. الشيء عندك مشاكل حولها على جنب، احنا يهمنا اليوم أو يهم المشجعين الاتحاديين هي مصلحة الفريق وإلى أين سيذهب الاتحاد. نعم. بس أستاذ حسام إذا سمحت لي، بالنسبة أنت تتكلم على اللقاء، هو لقاء جيد، أنا ما قلت أنه مو لقاء جيد، بس أنا أتكلم في هذا التوقيت غير جيد. الاتحاد ما يحتاج، جمهور الاتحاد ما يحتاج أنك تعلمه أن وجود 400 مليون عجز مالي، وجود مشاكل مالية. الاتحاد عاشها كثير وسنوات طويلة، لولا الله ثم من سمو لي العهد في العام الماضي كان الاتحاد الآن صحيح. ممكن يتواجد في الدرجة الأولى بالتحديد يعني، لكن الاتحاد وتم حل المشاكل كثير من المالية، لكن تتكلم عن رئيس يظهر ويتكلم عن مشاكل فنية ويقول أنا كنت مبتعد عن المدرب وما أبغى أتدخل في أمور الفنية، لكن الآن بديت الآن أقترب من المدرب، أنا وش الفائدة منك؟ أنا كرئيس نادي أنك تقترب من المدرب وتحل كثير من مشاكل فنية، أنت مو معالج فني، أنت معالج إداري. المشكلة اللي صارت بين عبد العزيز البيشي والمدرب، دور الإداري أقوى من دور الرئيس. للأسف عدم وجود احترافية في كثير من الإداريين في الأندية السعودية هي من أحدث كثير مشاكل. قضية عبر السومة قضية كثيرة، يعني ما نتكلم عنها بس قضية عبد العزيز البيشي، لكن وجود إداري محترف يعالج هذه المشكلة أعتقد لا يحتاج إدارة النادي حل كثير من هذه المشاكل الإدارية، لكن لازم وجود هناك احترافية في الإداري لحل كثير من المشاكل. وظهور أنمار الحائلي لازم يكون الظهور داخل الكواليس وعدم الظهور الإعلامي. الفريق عنده 3 نقاط، لديه مباراة واحدة فقط مؤجلة، إذا خسر مباراة الغد أو بعد الغد أمام الشباب وخسر أمام التعاون أنت بتشيل المدرب بعد إذا شلت المدرب. أنا شو استفيد أنا كرئيس نادي إنك شلت المدرب؟ راح تحدث كثير من الفجوة الفنية. طيب. لازم يكون أنمار الحائلي أكثر هدوء وأكثر احترافية. أنا أعرف أنه جديد على الوسط الرياضي، أتكلم كرئيس نادي، ولا مو بجديد على الوسط الرياضي لأنه تواجد في إدارات سابقة، لكن وجود كرئيس نادي لازم يكون أكثر هدوء وأكثر عقلانية. أنا في هذا المنبر أتكلم عن رئيس يحل كثير من المشاكل الفنية وكثير من المشاكل الإدارية بعيداً عن الأضواء، اللي هو طيب. أستاذ خادر البلطان بالتحديد لا يظهر كثيرا في حل كثير مشاكل، وجود فيه مشاكل كثيرة بين اللعيبة والمدرب، وجود كثير مشاكل إدارية، لكن لا تظهر على السطح إلا إذا كان هناك أمور من قبل الإعلام، لكن نعم. حلها لازم أن تكون خلف الكواليس. أنمار الحائلي يجب أن يكون أكثر هدوء مع مدربه ومع لعيبه. طيب أستاذ خالد، أكيد أستاذ حسام إحنا مستمرين معاكم ومستمرين معاكم مشاهدين، ولكن خلونا نطلع فاصل ونرجع.
عبد العزيز لم يكن طالب شهرة أو طالب ملك فقط، وإن كان سبقوه آباء وأجداده وهذا من حق طبيعة الحال، لكن ما لم يكن هذا المقصود فقط، أن عبد العزيز يسعى لملك أو مركز أو شهرة أو نفوذ أو أي غرض دنيوي، لكن هدف عبد العزيز هو إقامة دولة تحكم كتاب الله وسنة رسوله كما قلت في السابق، وأن يبني وحدة قائمة على هذا الأساس. وعبد العزيز وحد قلوب أبناء شعبه قبل كل شيء. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، ورجعنا لكم في خبر صحيفة الشرق الأوسط. مصادر انضباطية: لا عقوبات على حمد الله وإعادات اللقطات التلفزيونية لم تظهر شيئا. أكيد أستاذ خالد، يعني نقول عبد الرزاق حمد الله عليه جدل كبير، إيش رأيك أو ناخذ تعليقك على هذا الجدل، كيف تشوفه؟ بالنسبة للجنة الانضباط، لجنة الانضباط إلى الآن ما ندري وينها فيه، لا حس ولا خبر، يعني ما ندري وينها لجنة الانضباط، هل هي موجودة، هل هي حية ترزق، ما ندري عنها. لجنة الانضباط، لجنة الانضباط صامتة، كثير من القرارات تواجدت في الجولات الماضية وما شاهدنا أي قرار واحد ظهر في الصوت الإعلامي. نعم. في أنباء إعلامية تتكلم عن أن لجنة الانضباط ورئيسها تم استقالته أو قدم استقالته. إذا كان الخبر صحيح يجب أن هناك خبر رسمي يظهر في الاتحاد السعودي يوضح كثير المشاكل. لقطة حمد الله ليست لقطة وحيدة، في لقطات كثيرة تواجدت في الجولات الماضية، في مباراة الشباب النصر، في مباراة النصر والحزم، في مباراة الأهلي الماضية، كثير من اللقطات متواجدة، لكن لا يعني ما وجد هناك أي صوت. يمكن سمعنا أحد اللقاءات من أمين عام الاتحاد السعودي اللي هو سعد عبد العزيز القاسم، تحدث وقال أن هناك خطة جديدة، أن قرارات الانضباط راح تكون ما بين اللجنة وما بين الأندية وإشعارها فقط، وبعدها يتم إشعار وإنزال الخبر في الموقع التواصل الاجتماعي في الحساب الرسمي للاتحاد السعودي. طيب إذا كان هذا الخبر صحيح يجب أن هناك توضيح، يعني هل هناك لجنة تابعة للاتحاد السعودي أو هناك خطة جديدة وعمل من قبل السيد ياسر المسهل في لجنة الانضباط؟ طيب أستاذ خالد، نقول تأخر إصدار القرارات من لجنة الانضباط هل هو مجحف في حق بعض الأندية؟ نعم، أنا بتكلمين مثلا إذا كانت اللقطة صحيحة، إذا كانت اللقطة صحيحة وشوهدت يعني بدقة عالية، من حق الأندية الثانية أنها تستفيد من قرار عقوبة كابتن حمد الله أو كثير من القرارات. نعم. يعني كابتن حمد الله ليس هو الوحيد، لكن قرار حمد الله ممكن يستفيد منه النادي الأهلي والأندية الثانية اللي بتلعب مع نادي الاتحاد. نعم. أنا أتكلم ووجه رسالتي من هذا المنبر، لازم يكون هناك توضيح عالي. لجنة الانضباط هل رئيسها تم استقالته أو لا؟ هل هناك قرارات تم تجاهلها أو لا؟ هل هناك عقوبات قادمة أم لا؟ أنا ما أستفيد أن تصدر قرار الآن قبل المباراة ب 24 ساعة. أنا من حقي كرئيس نادي أن أحفظ حقوق النادي، وإني أنا أعترض على هذا القرار، وإن اللاعب يرفع عنه هذا القرار حتى الجولات القادمة. وشاهدنا كثير من الحالات في العام الماضي. الاحترافية الآن لازم نتكلم عنها، اللي تكلمنا عن لجنة المسابقات الآن نتكلم على لجنة الانضباط. يعني السيد ياسر المسحل لازم يكون أكثر دقة عالية في اختيار اللجانة واختيار الأسماء المتواجدة، الكفاءات العالية اللي يملكون الشجاعة وتطبيق اللوائح، بعيدا عن المجال الإعلامي، بعيدا عن السوشيال ميديا، بعيدا عن إدارات الأندية. اللي قاعد يصير الآن، طيب ما ودي أقول يعني
أمر معيب جدا، لكن أمر مخجل جدا لنا أن يكون دوري محترفين اللجنة فيها ما هي متواجدة. طيب إذا الانضباط يعتمد في قرارها في المقام الأول على يعني نقول مراقب المباراة والحكم والبث التلفزيوني الناقل للمباراة، يعني هل برأيك أن هذا يكفي أو يكون الاعتماد على هذه المصادر فقط ولا؟ أننا نتحدث عن وجود اختيارات بالنسبة لتطبيق اللوائح. اللائحة ما هي بواضحة، اللائحة حقت لجنة الانضباط ما هي بواضحة. تطبيق العقوبات على قرار، على تقرير الحكم المباراة، تقرير المراقب، لقطة تلفزيونية، يعني شاهدنا كثير من رؤساء اللجان يتحدثون يقول اللقطات التلفزيونية ممكن تكون لقطات مفبركة وممكن تكون لقطات غير واضحة. طيب اللي هو تقرير الحكم المباراة وش كتب في تقريره؟ إذا ما كتب طيب أستند لمين؟ أعتمد على مين؟ لازم يكون هناك أكثر شفافية وأكثر وضوح عشان نعرف اللائحة ونطبقها على أرض الواقع، وما ما ما نسلب أي حق لأي نادي. اللي يطبق على الهلال والنصر والأهلي والاتحاد يطبق على الأندية الثانية. العدالة، ضمك، أبها، الأسماء الجديدة. لما يتجاهل الأندية الكبار ويتم تطبيق على الأندية الصغار هذا أمر مجحف جدا للأندية الصغيرة. لكن أنا أقول لازم يظهر صوت ويتحدث. لجنة الانضباط متواجدة أم تم استقالة الرئيس؟ إذا كان تم استقالة الرئيس أعتقد أن استقالته فيها كثير من علامات استفهام. نعم. ننتقل الآن مشاهدينا لأبرز ما جاء في الأخبار المحلية. جولتنا في الصحافة المحلية لهذا اليوم نبدأها من صحيفة الرياضية. تغريم اتحاد القدم 43,000 ريال. ومن الرياضية إلى مكة، أجنبيان يجبران فيتوريا على تغيير نهجه أمام الأهلي. وجاء في صفحات الشرق الأوسط 3 مدربين على طاولة مفاوضات الأهلي. وذكرت ذات الصحيفة مساعٍ اتحادية لتهيئة اللاعبين للعودة أمام الشباب. وإلى صحيفة البلاد، إدواردو يتوج بأفضلية الرابعة. وذكر في صحيفة الرياض، غياب السداسي يقلق ألميرون في مواجهة الاتحاد. ونشرت صحيفة عكاظ، منع كاريو والفرج من مواجهة التعاون. وأخيراً من صحيفة اليوم، القادسية يتخطى المجزل ويبتعد بالصدارة. كانت هذه أبرز ما جاء في الأخبار المحلية، وأيضاً خبر في صحيفة الرياضية، تغريم اتحاد القدم 43,000 ريال. وفي التفاصيل، غرم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظيره السعودي 11,500 دولار، نحو 43,000 ريال، بسبب خوض أخضر الناشئين وأندية محلية عدة مباريات تجريبية دون إبلاغ الهيئة الحاكمة للعبة في القارة. وفسر للرياضية مصدر في الاتحاد السعودي لكرة القدم القرار بالإشارة إلى وجود إجراءات تتخذ مسبقا لتسجيل تجارب الأندية والمنتخبات لدى الآسيوي، خاصة إذا كانت خارج الدولة. ولفت المصدر إلى ضرورة إخطار الاتحاد الآسيوي رسميا بالمباراة قبل 14 يوما من موعدها إذا كان طرفها الثاني أندية أو منتخبات تنتمي للقارة الصفراء، فيما تزيد المدة إلى 21 يوما عند مواجهة منتخبات وأندية من قارات أخرى. وأرجع المصدر نفسه في صعوبة الوفاء بهذه المتطلبات دائما إلى اضطرار الإدارات أحيانا للاتفاق على مواعيد تجارب فرقها في وقت متأخر. ناخذ رايك استاذ خالد بشكل سريع على تغريم اتحاد القدم 43,000 ريال. والله شوفي، اذا كان المسؤول يتحدث بهذه اللغه يقول يجب عمل مشاركات بسبب ان الانديه اللي تم مخاطبتها المده الزمنيه قصيره، اعتقد هذا المسؤول يجب ان يغادر هذا المشهد. لان ان يعني كاتحاد سعودي وكاحترافية عالية، يجب أن هناك يكون المسؤولين المتواجدين في المنتخبات السعودية أكثر احترافية وأكثر دقة في معرفة لوائح الاتحاد الآسيوي والمشاكل اللي قاعد نعيشها. أعتقد المبلغ مو عالي جدا على الاتحاد السعودي دفعه، لكن أنت وش عملت؟
أنت كاتحاد سعودي في إجراءاتك النظامية، هل حاسبت المسؤول على هذا القرار والعقوبة؟ الخبر إلى الآن يعتبر معلق بحكم أن لدى الاتحاد السعودي والمنتخبات السعودية استئناف وتحديث وتعديل هذا القرار. أنا أقول المسؤول المتواجد في الفئات السنية يجب محاسبته قبل دفع الغرامة المالية. نعم جميل. الآن ننتقل مشاهدينا لزميلي فهد في فقرة ميديا، تفضل فهد. شكرا لك زميلتي ياسمين، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بفقرة ميديا. نبدأ معكم فقرتنا اليوم مع السوبر إدواردو بعد هدفه الجميل في مرمى الاتحاد خلال المباراة الماضية بالدوري، يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة. نشوف الهدف الجميل والرائع. ياسر الشهراني عرضية بتتا إدواردو، جميل الهدف بكل أمانة. طيب بعض الأحيان الانفعال يولد الإبداع. مشجع اتحادي زعلان ومضايق من حبه للنادي أكيد يصف حال الاتحاد بطريقة أبو فيصل فهد العتيبي. نشوف. أنا ما بالو الاتحاد، ما بالو الاتحاد، الاتحاد النمر الجاية، النمر الآن وش فيه؟ ما يجوع ولا إيش؟ أنا عارف إنه النمر يفترس، ما بالو الاتحاد الآن؟ وين أيام أبو نوران؟ أبو نوران هذا الذي أكمل لقاءً بكسر في الأضلاع، محمد نور قائد النمور، واحذر من النمر إذا جاع، ولكن الآن النمر لا يجوع، أنا ما أعرف إيش أقول، 60,000 كلهم يبوحون، ينوحون، يصيحون، كلهم نفس الصوت، ولكن الاتحاد لا يبالي، أنا أبغى جوناس، أبغى مقاتل، وحش، جرينتا، أبغى لعيبة كبار، يعني وين جوناس؟ سيكو سانوغو ليش راح سيكو سانوغو؟ وين اللعيبة؟ يعني خيمينيز وديتهم؟ المدرب سمسار يا أخي، تجيب لي خيمينيز، تجيب لي فيتشو، روح أنت روح وديهم كلهم، أبغى رجال في الملعب، أبغى نمور، أنا ما أبغى رجال، أبغى وحوش، أبغى مقاتلين، أبغى محاربين، إيش هذا النادي؟ والله نادي تغير يا أخي، 190 درجة، 180 درجة، والله شوف اسمع أنا أكلمك، يعني أنا أقول لك 40 دقيقة، 90 دقيقة، لو تكلمت، لو وديت المباراة كلها وأنا أبوح، والله ما يكفي. في شيء كبير وكبير جدا أنا ودي أقوله، لكن والله وش أقول أنا. فعلا وضع الاتحاد مزري جدا ويحزن جميع جماهير النمور تحديدا ومدرج الاتحاد العظيم اللي كلنا نفخر فيه صراحة، ولكن إن شاء الله فلكم التوفيق وفال التوفيق لكل الأندية السعودية في الدوري السعودي. وش اللي تحقق؟ وش اللي تحقق؟ الولد مو مصدق نفسه ومن الفرحة خانت دموعه بعد ما شاف العقيد عمر السومة. تصرف العقيد أجمل بكثير. الله ليلى دقيقة إيش في؟ شنو اللي تحقق؟ شنو اللي تحقق؟ يلا ما عليه شو اللي تحقق؟ حتى عمر السومة بنفسه منصدم بعد. الله يهديك ويصلحك يا رب، والحمد لله انك قابلت العقيد. نختم مع مقطع رهيب صراحة، الولد باين انه مدرب ومتدرب عليها هو بنفسه، يعني مدرب نفسه. طبعا ألف مرة واضح طاحت وجابها وطاحت وجابها، لا اللي يزيدك من الشربيت مجهز الكاميرا ومثبت ليها في مكان ويصور نفسه. صراحة جابها الحريف، تستاهل ألف وألف ومليون لايك عليها. طبعاً بعدها نرجع لك زميلتي ياسمين. ونأخذكم في جولة للأخبار العالمية. جولتنا في الصحافة العالمية لهذا اليوم نبدأها من صحيفة ماركا، فقد جاء في صدر غلافها مع الخطة باء في إشارة لضرورة المداورة لريال مدريد من أجل الديربي.
وفي موندو ديبورتيفو تطرقت الصحيفة للحديث عن فوز برشلونة على فياريال وإصابة ميسي، وكتبت ردة فعل مع الرسوم. ومن الصحافة الإسبانية إلى الصحافة الإنجليزية، فقد ركزت سان سبورت على إقصاء توتنهام من كأس الرابطة وكتبت صفعة على الوجه. وفي إيطاليا مع صحيفة كوريري ديلي سبورت، فقد تحدثت عن فوز يوفنتوس الصعب على بريشيا وتسجيل البوسني هدف الفوز، وعنونت صدر غلافها بإلى الأمام بيانيتش. وأخيراً نبقى في إيطاليا مع صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فقد جاء غلافها كونتي يصطاد الأشباح في إشارة لمواجهة إنتر ولاتسيو. بالنسبة لسؤال حلقتنا لليوم، نشوف نتائج التصويت إيش كانت. بالنسبة للسؤال، أي من الأندية التالية الأقرب لحدوث تغييراً إدارياً أو فنياً في حال خسارتها؟ وكانت نسبة التصويت 15% للأهلي، و 31% للنصر، و 48% للاتحاد، و 6% للفتح. تعليقك استاذ خالد على نتائج التصويت. اعتقد ان زي ما قلت لك الاتحاد يمكن هو الاقرب تغيير كثير من اموره الفنيه والاداريه، بس اعتقد ان مباراه امام الاتحاد وامام الشباب الجمعه القادمه امام التعاون ممكن تغير كثير من الامور، ممكن تقلب الطاوله وتقلب كثير من الامور، وعوده الاتحاد للواجهه من جديد. الفتح صعب جدا تغييره، للاتحاد الفتح يملك عقليه إدارية عالية جدا في الفتح، تصبر على المدرب بشكل عالي. فتح الجبال صحيح تعرض لأربع خسائر، سيعود للفتح للواجهة. النصر ممكن يحدث تغيير وتعديل كثير من أموره الفنية، لكن بالنسبة للأهلي أنا أستبعده هو الفتح، لكن الاتحاد هو الأقرب لتغيير مدربه أو حتى إداريه المتواجدين في دكة المدرب. نعم، رأيك أستاذ حسام في سؤال حلقتنا اليوم؟ والله انا اعتقد انه كل الفرق الموجوده في التصويت او في الاستبيان اعتقد انها كلها معرضه للتغيير، سواء الاهلي، الاتحاد، الفتح. مثل ما ذكر الاستاذ خالد اليوم لما تقول انا جددت الثقه، انا يعني اعطيتك فرصه اخيره. نعم. فعلى حسب نتائج الجوله القادمه اللي تنطلق اليوم اعتقد او تنطلق غدا، اعتقد انه راح تكون نتائج فيها تغييرات سواء على المستوى الفني او حتى على المستوى الاداري. حتى الأهلي أنا ما أستبعد أنه يكون في تغييرات سواء حتى على المستوى الإداري على الأقل. زين، أيضا النصر، الفتح، الاتحاد كلها معرضة. بالنسبة إذا في تغيير للنصر فني أو إداري برأيك؟ أنا أعتقد راح يكون يشمل الاثنين، الفني والإداري. نعم، بالنسبة لك أستاذ خالد؟ بالنسبة للنصر ما أعتقد راح يكون فيه تغيير فني، لأن فوتوري أعتقد أنه مدرب ممتاز وإضافة للدوري السعودي، بس فقط يحتاج كثيرا من معالجة أخطاء الفنية. نعم. وجود عنده أسماء، أعتقد أن فوتوريا سيبقى في الدوري السعودي لأنه إضافة. نعم، جميل. أستاذ حسام النصر، احنا شاكرين لوجودك معنا في استديوهاتنا في الدمام. شكرا لكم على الاستضافة ويوم سعيد إن شاء الله. حياك الله. أكيد شكرا لك أستاذ خالد العكيل على وجودك معنا في الاستديو. شكرا لكم وشكرا للقناة الرياضية وشكرا للأستاذ حسام، وإن شاء الله قدمنا حلقة ترضي المشاهد الكريم. حياك الله. بكذا وصلنا مشاهدينا ختام حلقتنا لليوم، أشوفكم بكرة في نفس المواد. إلى اللقاء.